الحمد لله والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي شيء أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا مستحبات الصيام، منها قراءة القرآن، زكاة الفطر والأصل أن تفطر طعام صاع طعام أقل من ثلاث أوقات، وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، استحباب فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، وقت تقريب قبل أو بعد. نعم. تكلمنا عن الاعتكاف. صلى مؤكد رابط عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلال أسباب الجاد، وأن نعتبر في المساء نصف الاعتكاف الجماع وطول الكثير، ويعتبر في العشر الأواخر، إذا لم يعتبر يعتبر على قبل الليلة أو ليلتين. نعم. أي فائدة أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم. صلاة التراويح، وقلنا أصل أننا نستمع ونترك القيل والقال، وأن نحرص أن تكون يعني هذه الأوقات عاملة بإذن الشيطان أن يفسد علينا الأعمال والكلام وغيره، وأقل ما أكثر ما يقول وأقل ما يقول كيفية الصلاة وما يتعلق بالصلاة. ما يقال؟ الصيام نعم. إطار الصيام. الصيام. الصيام المستحب الاثنين والخميس، اليوم البيض، أيام البيض وثلاثة أيام كل شهر، صيام ست من شوال، بعشرة التاسع الحادي عشر، وعاقل على الإحكام، حسين داود عليه الصلاة والسلام، حسين محرم، الشعبان، وعشر من ذي الحجة. نعم. هذا الشيء. نعم. عندما يتكلم هؤلاء تتكلم. يا أخي فسر. صيام أخوك. صيام ما قبل يومين من يوم العيد. لا. صيام العيد. على مكروه أو محرم؟ أعطينا المكروه. المحرم. صيام يوم العيد يومين قبل العيد او بعد، وصيام يوم تشرق الا لمن لم يجد هدي، ويتقدم يصوم يوم الشك او يوم او يومين الا من تعرف هذا من عدده. طيب الصيام كذلك رجب وصيام الدهر. نعم. صيام الظهر لماذا يدعو في العشر الاواخر؟ نعم. مخلوق عند عمو كتب ماذا
يدعو في العشر الاواخر السنه الاولى يدعو الى بدء النبي عليه الصلاه والسلام والاولى يقول اللهم انك كنت عفوا تحب العفو عنه جيد الله اللهم انك عفوا تحب العفو فاعفو عنه وقال فاعفو عني في بلدي في مالي في زوجي في الدنيا في الاخره كسب خير الدنيا والاخره صيام مكروه صيام مكروه السبت والله الجمعة والمرأة الزوج الزوج أثناء الزنا رائع أي فعل نعم صلاة العيد صلاة العيد نعم ماذا يسمع يوم العيد قلنا في عيد الفطر يفطر على ثمرات وعلى وجه رسول من طريق رجل من آخر يهنئ بالعيد نعم التكبيرات التكبير المطلق والتكبير المقيد دفع زكاة الفطر زكاة الفطر مكروه ومحرم ومستحب وجائز نعم صوم رجب عدم إفراد صوم رجب يعني نعم تخصيص رجب بشيء من العبادات هذا محرم نعم صيام نعم صيام مكروه والله يوم الجمعة والسبت يوم الجمعة مفسدات الصيام على الاعتكاف شروط الاعتكاف نعم يعتكف في مسجد يكون يصلى فيه الجمعة الأولى قبل صلاة الجمعة حتى لا يخرج نعم انقطع عن ذكر الله ولا يخرج لزيارة مريض ولا لاتباع جنائز يوقع في المسجد انقطع عن الدين الغرض من الاعتكاف هو إدراك ليلة القدر ولهذا يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر وبخاصة في الأوتار لا يرضي عيد الفطر من يوم من ليلة العيد المغرب إلى مغرب يوم العيد طيب ننظر في إشكال في الدرس إشكال ركوب الأسئلة إشكال فيه غير مفهوم في الدرس